بارك عليك. الحمد لله كله تمام والله. الإصابة؟ لا أحسن الحمد لله، اتعالجت في المنتخب، كنت جاي متعالج يعني، فمرات ما عندكم تمرينتين وبعد كده خدت مع الفرقة الحمد لله تمام. يعني إن شاء الله ترجع على سويسرا تشارك بصفة أساسية؟ إن شاء الله عندنا ماتش يوم 15 في الكاس، فهم قالوا لي خلص الأجازة بتاعتك وتعالى عشان تلعب الماتش إن شاء الله. محمد طمني، متأقلم، مبسوط، عندك العزيمة إنك تكمل وتعيش، ولا ممكن تكرر تجربة اللعيبة المصريين اللي سنة سنتين وبيرجعوا؟ لا ان شاء الله مش هيحصل ده بإذن مش هيحصل. برافو عليك، كويس. طيب يعني قول لي اهم الحاجات اللي استفدتها دلوقتي وانت بقالك 4 5 شهور في مشوار احترافي. لا والله هناك الموضوع عندهم نظام يعني، خصوصا في الوقت يعني. هو قال ونص ونص بالضبط. بالضبط عندهم الميعاد، المواعيد حاجة مقدسة عندهم. طيب يعني عندهم احترافيه بجد يعني. لا يعني بدات تتعلم لغه يا محمد ولا برضو لسه متصعبه عليك؟ لا في الانجليش. انا كنت هبدا الماني بس المدرب قال لي لا، عشان لو انت مشيت السنه الجايه ورحت مثلا دوري انجليزي مش هتتكلم الماني. لو مشيت برضو رحت دوري الماني تقدر تتكلم انجليزي كويس او عادي. فمركز في الانجليزي؟ مركز. بيجي لك مدرسين ولا بتذاكر ازاي؟ مدرسه. مدرسة. طب برافو عليك والله، برافو عليك ما شاء الله عليك. طيب قول لي، يعني كلام كتير اتردد انك هتمشي، انك في عرض اوروبي تاني وان النادي بيعرضك للانديه لمن يدفع اكتر، وانا بيني وبينك اتمنى انك تمشي، انك تروح كمان يعني ده دوري كويس، الدوري السويسري، وسويسرا كره فيها اليومين دول كويسه، لكن لو رحنا دوري اعلى يبقى افضل باذن الله عز وجل. اكيد والله. هو بس الناس مفيش حاجه جت رسمي ممكن لحد دلوقتي. انا سمعت في كام نادي كده بس والله مفيش حاجه جت رسمي يعني اللي انا عارفه. بس ان انا امشي دلوقتي الناس ما اتكلمتش معايا في اي حاجه. ولسه يعني لسه مستني ربنا يسهل لو في حته كويسه وامشي فيها. عندك مشكله لما بتقعد احتياطي بتلعب ربع ساعه او بتتغير، ولا خلاص عشت حياه الاحتراف تماما بقى؟ لا مفيش اي مشاكل، بس انا بره لحد دلوقتي الحمد لله لسه ما جربتش. طب كويس، مش عايزين حتى وانا في مصر يعني لما كنت بقعد مفيش مشكله. الخروج من كاس هتجيلي الفرصه وقعدت وغلبت نفسي. نعم. الخروج من كاس اوروبا يعني كان رد فعله سيء ولا خلاص هم بيقفلوا الملفات؟ لا والله سيبها كلها على ربنا، كله خير يعني. هم هناك برضه قفلوها بسرعه، وفي برضه اليورو ليج اللي بقى بنمشي كويس فيه، يمكن نعمل مركز احسن من كنا نعمله في الشامبيونز ليج. خلاص الموضوع عدى. نعم. حاسس ان منتخبنا عندنا فرصه ان شاء الله للوصول لكاس العالم بقى عندنا. انت موجود بره، شيكابالا اهو بدا يشارك، الحضري بيلعب في المريخ مع توقف النشاط، حسن عبد ربه بيلعب في السعوديه، الاولاد الصغيرين برده ما زالوا عندهم حماس، او حجازي بيلعب في فريق رديف في فرونتينا، بقى عندنا مجموعه من اللاعبين ممكن تسندنا. شايف انه فرصتنا جيده محمد للتاهل باذن الله؟ والله فرصتنا كويسه قوي، خاصه معانا منتخب ومعانا عناصر خبره ومعانا جهاز كويس، وربنا يكرم ان شاء الله ونقدر نوصل السنه دي باذن الله. مسافر امتى بالسلامه؟ مسافر كمان 4 ساعات كده ان شاء الله. 4 ساعات والله، احنا لحقناك من على سلم الطياره. بالتوفيق يا محمد ان شاء الله، وهنكون مداومين. بقى لك اصحاب في الفرقه هناك ولا مالكش اصحاب؟ لا حبايبي كلهم، لازم نسيطر من اولها كده. مسيطر على مين غير النن هناك؟ النن مين ولا حد يعرفه ده. الفرح خلاص كمان 8 ايام يعني، ببارك له على الهوا والله. عديت انت المرحله بتاعت النني بقى خلاص والشناوي والعيال دي؟ حد يعرف الناس دي؟ احنا لسه هنبص ورانا ليه؟ عايزين نبص قدامنا. هو بيقعد يديك في دماغك لما بتيجي ما بتفطرش، افتح بقك. لا لا ده مسيطر. لا 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 مسيطر بس على الهوا. على الهوا بس؟ على الهوا بس. ايه يا صلاح؟ انت من محلة تبعه كابتن احمد. لا لازم صلاح بالتوفيق ان شاء الله، ونتمنى لك يا رب